أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي، ولسه نحن نرفرف عاليا في أكثر من فضاء عبر ربوع وطننا الحبيب، نحلق معا أيضا احتفالا بهذا السلام، بهذه الاتفاقية اللي تمت في عاصمة جنوب السودان جوبا. نرفرف حالنا حال حمامات السلام، فالسلام لحن رائع له كم شاذيرة غرت. ندعو جميعا أن ترفرف حمامات السلام عاليا، وإن شاء الله ما ترك لنا حمام في يوم من الأيام من حمامات السلام في وطننا الحبيب السودان. نذهب معكم عبر جغرافيا المكان والزمان إلى ولاية شمال دارفور، وتحديدا هناك في الفاشر، وبكل تأكيد تفاعل خاص جدا سنقف على هذا التفاعل. وإنسان دارفور بصفة عامة يجد تفاعل وقبول خاص للسلام ولما تم امس حمزه. مبسوطين جدا انه انضم الينا زميلنا ياسر ادم حسن مراسل الشروق من هناك. اهلا وسهلا وصباح السلام. صباح السلام حمزه وحسام، تحيه لكم من فاشل السلطان. حبابك، ولا بد ان ننقل الصوره ومدى التفاعل وصوت التفاعل لتوقيع بالأحرف الأولى على سلام. يأمل الجميع أنه يتنزل فعليا على أرض الواقع لتتم عملية بناء الوطن كما هو مطلوب من كل سوداني. نعم، ما في شك في ذلك، وأنه هنا يعني عندنا هنا في المباشر ما في خبر أسعد الناس في شمال دارفور زي ما أسعدهم التوقيع على اتفاق السلام في الأحرف الأولى في جوبا. كثير من الناس يدركون معنى السلام. نعم. معنى أن يعيش الإنسان آمن في أهله وفي سربه. وأهل دارفور معروفين أنهم عاشوا خلال سنوات عجاف، عاشوا فيها ولاد الحرب وذاقوا فيها أمر الطعم. ولعل أهل شمال دارفور تحديدا هم عاشوا ويلاتنا بالحظ بكل تفاصيلها منذ العام 2003 ما يقارب 18 عاما. عشان كذا جاء الخبر توقيع السلام في جوبا، كان نسمه في الهجير، يعني ممكن نسميه ونقول كان نسمه في عز الهجير. عاد نسمه للناس وعاد الامل من جديد انهم يكونوا في فجر جديد وحياه امنه ومستقره. الشارع انتشر وربما في معظم المدن عاش الفرحة دي، لأنه هذه الفرحة عادت بهم الأمل في إعمار القرى والأرياف وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران وتعافي الاقتصاد المحلي، وكذلك إنهاء معاناة الإخوة النازحين واللاجئين في مناطق دارفور عموما أو في منطقة شمال دارفور أو في ولاية شمال دارفور على وجه الخصوص. عدد من المواطنين في الشارع في هناك في الفاشر تحدثوا عن أنه إذا لم يكن هنالك من إنجاز في هذه الفترة سوى تحقيق هذا السلام لكفى الناس هذا الإنجاز، بدليل أنه تفاعل الناس الكبير في الشارع، حديثهم الآن في المنابر عن هذا التوقيع الذي تم، عن فجر السلام الذي هلّ، كلها يعني اشواق تحققت لاهل شمال دارفور. على صعيد القوى السياسيه والقيادات المجتمعيه، كثير من هؤلاء القيادات تحدثوا عن ان العبره ليست في التوقيع، لكن العبره في تنزيل بنود الاتفاق الى ارض الواقع، خاصه فيما يختص بالعداله وعوده اللاجئين والنازحين واعمار القرى، وكذلك فيما يختص بالميزه الميزات الايجابيه التي قد تحدث لاهل او تحصل عليها دارفور عموما في كافه المناحي حتى تعود دارفور الى عهدها الزاهي، ولايه القران والاستقرار والامن والسلام الاجتماعي. هنالك يعني تجارب في دارفور، خاصه تجربه الاجاويد، تحدث عدد من المهتمين بهذه التجربة، لأن هذه التجربة يمكن أن تصحب بأنها تدعم هذا السلام الذي تم توقيعه حتى تعود اللحمة إلى المجتمع الدارفوري عموما.
طيب زميلنا ياسر، يعني في جانب آخر وإشارة أخرى، نحن دائما بنقول إنه السلام اللي حصل الآن والتوقيع بالأحرف الأولى هو هدى لكل أخواننا وأبنائنا وأمهاتنا في معسكرات اللجوء. يعني نتكلم عن معسكرات النازحين، نتكلم عن معالجة جذور المشكلة الحقيقية. أنت تكلمت ما مجرد هو اتفاق على الورق ولازم ينفذ بالصورة المطلوبة. شفنا كثير جدا من الأسر هي متأثرة يعني في المخيمات، محتاجين إنه لبرامج تعليمية، محتاجين أيضا للصحة وتوفير كل التفاصيل الحياتية المعروفة. يعني كيف ممكن ينعكس السلام والتوقيع الحاصل ده على أهلنا في المعسكرات بتحت اللجوء يعني؟ نعم، أهم المعسكرات هم أحوج ما يكونوا لهذا السلام، وهم الآن يسوقون للعودة، العودة إلى مراتع اصطباهم، إلى قراهم، إلى فرقانهم، لكن يبقى التحدي هو إعادة إعمار تلك المناطق. فلو تم إعمار المناطق وتوفير الخدمات الأساسية بها، خاصة هنالك مدارس قد تهدمت خلال أزمة دارفور، هنالك بنيات تحتية قد انتهت تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار، بداية من المرافق الشرطية والمرافق الحيوية الأخرى، سواء كانت تعليم أو صحة أو مياه، هي أساسية بالمقام الأول، إذ أن إعمار هذه المسائل يعجل بعودة النازحين الذين الآن باقوا زرعا في هذه المعسكرات، وربما عاد بعضهم عودة طوعية بهدف الزراعة في مناطقهم، خاصة المناطق القريبة من مدينة الفاشر عاد عدد منهم. هنالك بعض القرى الآن تم إعمارها في شمال دارفور، في مناطق طويلة وكورما والطرفايا، هي مناطق الآن تعد بالعائدين، ولكن يحتاج إلى كثير من الخدمات الأساسية الضرورية في المياه والأمن والتعليم. جميل، سعدنا جدا بهذه المساحة معك زميل ياسر آدم حسن مراسل الشروق من شمال دارفور، والتحية عبرك لكل الأهل والأحباب بفاشر السلطان. شكرا جميلا لك. نمضي ونتواصل.